السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ممكن سؤال؟ اتفضل. الله يبارك فيك. ما هو الدليل على أن الله تعالى قد يتباكى متكلما في الدين؟ ما الدليل على أن الله تعالى قد يتباكى متكلما في دينه؟ قد إيه؟ ما هو الدليل على أن الله تعالى قد يتباكى متكلما في دينه مبلغا له؟ قد ارتضاني؟ أيوه. ومن الذي أدرك أنه ارتضاك وارتضاني؟ احنا أمرنا بالتبليغ، نحن أمرنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والرسول قال بلغوا عني ولو آية، والله قال في الكتاب العزيز لي ولك ولغيرنا. يعني اسمع كلم أبداً. اسمع اتكلم، انت سألت. نعم. لا تلقي شبها على الناس، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا أكمل الآية، أنا ومن اتبعني. وأنت من أتباع محمد ولا لا؟ الحمد لله. واحد قال لك واحد لا يصلي، قلت له صلي. واحد سألك الظهر كم ركعة؟ قلت له 4 ركعات. تتكلم أو تسكت؟ نعم. تتكلم بما لك به علم. بس السلام عليكم.